ما نبداو هذا الفيديو، اللي يحب يشوف سعر جديد تاع هاتف شاومي المي اطروا في الجزائر بالاضافه الى المواصفات على السيت تاعنا، غادي نخليكم رابط التدوينه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريم وتك، معكم عبد الكريم من الجزائر. وفي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا سعر جديد تاع هاتف شاومي المي اطروا، ونقول لكم هل يستحق الشراء ولا لا. قبل ما نبداو الفيديو، اذا كنت جديد اول مره تشوف لاشين تاعنا، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس ودير لنا جيم لهذا الفيديو برك خويا العزيز، باش تحفزنا ونبارطاجي لكم غير جديد ان شاء الله. لما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركه الله. عندنا شاشه تاع هذا الهاتف هي سوبر امولاد، قياسها 6 بوصه بدقه اتش دي بلس او 720 ضرب 1520 بيكسل بكثافه حوالي 271 بيكسل مقابل بوصه. عندنا المعالج هو سناب دراجون 665 اي او من كوالكوم. عندنا الكاميرا الخلفيه فهي 48 ميجا بيكسل، وعندنا 8 ميجا بيكسل الترا وايد، وعندنا كاميرا للعمق بدقه 2 ميجا بيكسل. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 32 ميجا بيكسل، نظام تشغيل فهو اندرويد 9.0 باي. عندنا البطاريه تاع هذا الهاتف هي 4030 ملي امبير ساعه مع دعم الشحن السريع بقدره 18 واط. المساحه التخزينيه عندنا 64 او 128 جيجا بايت. ذاكره الوصول العشوائيه رام عندنا 4 او 6 جيجا بايت، يدعم تشغيل خطين. والتصميم تاع هذا الهاتف هو خلفيه من الزجاج. نروحوا نشوفوا السعر الجديد تاع هذا الهاتف في السوق الجزائريه، هو 29500 دينار جزائري عند هذه الصفحه. اللي يحب يقتني هذا الهاتف غادي نخليكم هذه الصفحه اسفل الفيديو في الديسكريبشن خاوتي، تقدروا من خلالها تقتنيوا هاتف شاومي المي اطروا بسعر 29500 دينار جزائري. هاي لكم الصفحه، غادي نخليها لكم اسفل الفيديو في الديسكريبشن. هل يستحق الهاتف شراء ولا لا؟ انا نقول لكم الهاتف يستحق شراء. الهاتف جاء بطاريه 4030 ملي امبير مليحه، وعندنا الشاشه تاع هذا الهاتف سوبر امولاد قياسه 6 بوصه بدقه اتش دي بلس، انا عجبتني. وعندنا الكاميرا الخلفيه 48 ميجا بيكسل والاماميه 32 ميجا بيكسل، والتصميم تاع هذا الهاتف خلفيه من الزجاج. فانا صراحه عجبني هذا الهاتف وننصحكم به. كيما قلنا اذا حبيتوا تقتنيوا غادي نخليكم هذه الصفحه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. كان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى الفيديو استفدتوا منه ولو بحاجه قليله. ما تنساوش ديروا لنا جيم للفيديو باش تحفزونا وبارطاجيو لكم غير جديد. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.